ونروح معكم إلى معرض ومؤتمر إيدك دبي لطب الأسنان 2013، حيث أحضر سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، وأيضا عيسى الميدور المدير العام لهيئة الصحة في دبي حفل عشاء وقيم بمناسبة مرور 17 عاما على انطلاق مؤتمر ومعرض إيدك لطب الأسنان. وحضر الحفل أيضا عدد من كبار الشخصيات في الدولة، إضافة إلى 1500 شخصية عالمية بارزة في قطاع طب الأسنان من أكثر من 130 دولة. يعتبر مؤتمر ومعرض إيدك دبي الذي انطلق عام 1996 من أهم المؤتمرات والمعارض الطبية نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا الحدث العلمي مشاهدينا، ويخدع قطاع طب الأسنان على مستوى المنطقة بشكل عام والعالم بشكل أيضا عام. استضاف المعرض مشاهدينا لهذا العام أكثر من 30,000 طبيب من أكثر من 130 دولة وأكثر من 1,000 شركة من 70 دولة. إذن هذه كانت تفاصيل حفل هذا المعرض المميز لطب الأسنان ل 2013 مشاهدينا.